السلام عليكم، شلونكم حاضر جيد محاضرات الفرن بالصفوف؟ تكملة المحاضرة الخامسة إن شاء الله ratio strength وإن شاء الله ال parts per number أو parts per part، فراح نشرحها على السريع، وإذا خلصناها بمدة 15 دقيقة 20 دقيقة نعبر على الساسة ونكملها إن شاء الله. نبدأ بسم الله. ratio strength percent strength itself indicates a ratio that is a solution which is 5%. In strength represent the ratio of 5 parts in 100 parts or the ratio 5 per 100. يعني يقول لك بال percent strength itself indicate a ratio، النسبة المئوية بحالها تمثل لنا فد ratio من الأرقام، يعني ratio مثلا فد شو لكم فد حدد فد حد أو فد مسافة بين أعداد، شو أوصفكم إياها، يعني فد كولكشن من أعداد، تمام، بين عدد إلى عدد. That is a solution، هذا يكون solution which is 5% in strength represents the ratio 5 per 100. يعني يقول لك أنه هاي 5% يعني هاي جزء من المية هاي الموجودة، تمام، يعني خمس أجزاء من هاي المية، يعني خمس مثلا عندنا 100 حباية، خمسة من عندها مثلا 5% من هاي مجموع الحبايات الموجودة عندكم. In expressing the ratio strength, it's customary to have the first figure one. يعني الفيجر هو يقول لك one، يعني احنا مرات طبعا هسه راح نجي هذا الواحد راح نشوفه التفرح، فما راح نشرحها هنا. 5 per 100 would be reduced to 1 per 20. هاي يقول لكم انه هذا الواحد يعبر لنا عن شنو، يعبر لنا عن احد الكومبوننتس الموجوده عندك، تمام، او فد يعني شلون عندكم ال 100% بالنسبه، هذا الواحد حتستعملونه بالسوليدز بالقياسات بالاوزان وهكذا. هذا طبعا تحتاجوا بش تحتاجوا، ما تحتاجوا، ما اتوقع يجي من عند اي سؤال صراحه كام سي كيو، ان هي اسئله ام سي كيو حتكون بالاخير، فما اتوقع يجي من عند السؤال الا اذا يقول لك لكم انه الريدوس الريدكشن شلون حيصير، انه تختصرون في النسبه، فهسه راح نجيب عشوائيه. When a ratio strength for example 1 per 1000 is used to designate a concentration it is to be interpreted as followed. يعني يقول لكم انه هاي حكيناها بالمحاضره السابقه، اذا تكون سوليد يقول لك 1 جرام بير 1000 ملليلتر اللي هي ويتنج فوليوم، اللي هي 1 جرام بير 1000 ملليلتر، تمام. يعني يقول لكم انه اكو جرام واحد، يعني الكل 1000 ملليلتر جرام واحد، او الكل 1000 ملليلتر 1 ملليلتر بالنسبه للكود الليكويد، وكل 1000 جرام الى واحد، عفوا كل 1000 جرام اكو 1 جرام، فاهمين هاي فكرته بالنسبه للسوليد والسوليد او ويت اند ويت. فيعني يقول لك انه كل 1000 مثلا عندكم انتم هنا عندكم مثلا اناء، تمام، عندكم هنا اناء، هذا الإناء، هذا الإناء طبعا بمثلا 3000 مليلتر من ليكويد معين، وأنتم حطيتوا أنتم حطيتوا ريشيو مثلا، حطيتوا مثلا 4 جرام، تمام. فأنت تحط مثلا بكل مثلا 1000 ملي واحد 4 جرام، تمام، كل 1000 ملي تحط 4 جرام، فانت ايش قاعد تحط 12 جرام، اذا كل هيك 3000 بها 12 جرام، بس بكل 1000 ملليلتر عندك 4 جرام، فاهمين؟ يعني فتشي، يعني هو منطقي فتشي باللوجيك، انت لوجيكال راح تفهمه، اذا تفهم اللوجيك مالته او المنطق مالته راح تفهم الموضوع، بس هذا مو فتشي له علاقه بالموضوع. يعني يقول لك انه اكو ريشيو معين اكو هاي، فانت راح نمشي على قانون ان شاء الله ما يدوخكم، ما راح نمشي على اللوجيك، يعني اللوجيك شويه صعب توصيله اذا انت مشت مشتغل الشغله بيدك، تمام. فراح اشرح لكم على القانون وضعتنا الدكتور هنا كلوجيك، اللي فهم هسه المثال اللي اعطيته فهذا فهم اللوجيك مالته وان شاء الله عديها سهل، وهيك يقدر يحل بدون قانون اذا فكر بي شويه. لكن اذا كان الشخص ما يريد يفكر لوجيك، يريد حل سريع، يريد يحل بسرعه، فان شاء الله هذا القانون راح يوفر لكم ما احتياجات بالنسبه لل
حل سريع. حنجي يقول لك هذا قانون انه هنا عندك الكومبوننت مثل ما قلنا، ثم نرد له هاي الكلمه كومبوننت، كومبوننت اسكم هنا اللي بريبريشن اللي هو المستحضر. كومبوننت هو تركيب، جزء من تركيب البريبريشن. البريبريشن هو المستحضر كامل، اذا كان علبه الدواء، اذا كان الدهن، اذا كان القطره مال العين، الى اخره الى اخره. تمام، فنجي على هذا المثال الاول. تكتب القانون انت، هذا القانون تكتبه. تمام، تكتب القانون هنا عندك. تمام، هنا عندك عندك واحد باكس. تمام، هذا الكيا بسؤالته بارت. يوسف شنو معنا بارت؟ هذا جزء. حتبدله بعدين بجرام، حتبدله بعدين بمليلتر، لكن حنعرف شو بتنبدله بعدين. من يعطيك ratio strength نسبة مئوية، مين يذكر لك جرام أو مليلتر؟ فأنت تحط بارت. بس إذا ينطيك تذكر الوحدة ينطيك إياها، وهسه نعرف شو تنحط الوحدة. تمام، تجي أنت نزلت القانون، يقول لك هنا أنت تحط لي المكون اللي هو الكومبوننت، وهنا أنت تحط لي المستحضر. تمام، المستحضر. فهسه هاي ال 0.02% هاي تكون مستحضر لو تكون مكون. يعني هاي ال 0.02 جزء من شنو؟ مو جزء من 100%. زين، احنا مو قلنا كل شيء بهذا الكون كامل، جزء بهذا الكون كامل، اقصد الكامل هو 100%. ماكو شيء اسمه فوق 100%، هاي بس بالسادس معدلات العراق 100% فوق 100. لا، كل شيء بهذا الكون هو 100%. تمام، ما يزيد عن 100% ابد، هو هاي عدد مثاليه. تمام، مثالي، عدد مثالي كامل. تمام، فالمكون المستحضر الكامل هو 100%. تمام، المكون الكامل هو 100%، بينما جزء من عنده المكون فيكون عندك 0.02، هو جزء مكون من هاي 100%. تمام، اتمنى فهمت الفكره. تجي انت رياضيات بسيطه، طبعا تشيل هذني تشيل بارت بارت، تجي تضرب يطلع لك قيمه الاكس 5000. 5000 شنو؟ 5000 بارت. طبعا انا ما اقدر اني اكتب بارت. انت تجي شو تسوي؟ عفوا مو بارت، ما تحط بارت، نشلنا البارت، اختصرنا البارت، اذا تبقى 5000 واحدة. تيجي يقول لك حطها بريشيو سترينث، حطها بريشيو سترينث. قلنا انه هي بكل واحد الاكس حمثلنا واحد بارت، بكل واحد عندنا 5000. 5000 شنو؟ ما ادري، احنا ما نطلع واحدة. اذا بكل واحد 5000 هي هاي مالتنا الريشيو. تمام، الاكس حتمثلنا واحد. تمام، 5000 مثل ما تشوفون هنا هاي الريشيو سترينث. من يقول لك طلع لي ratio strength سوي لها هاي. خاص السؤال اللي بعده، express 1 per 4000 as percent strength. هنا انت شو تسوي؟ هنا انت تجي تنزل، طبعا ماكو داعي تسوي بهالدوحة، تقدر احنا ننسى القانون مالتنا، تنزل الخطين. قلنا هنا عندك هنا عندك ال x بالقانون، لا هنا عندك الواحد، بس قبل ما نحط الواحد، تمام، قبل ما نحط واحد هنزل اكس. تمام، احنا هنا طلب لنا ratio strength و percent strength، طلب لنا percent strength. بالبرسنت شنو الكامل مالتنا احنا؟ 100. برسنت هو نسبة مئوية، اذا البرسنت مالتنا شنو الكامل هو 100. اذا مو واحد، 100 تنزل. حلو، هنا عندك هذا تنزل نفسه، ماكو داعي تفكر. تمام، تنزل نفسه، اخذنا انت تنزل نفسه، اخذناها هاي المحاضرة السابقة، تنزل نفسه، ماكو داعي تفكر هو مستحضر يا هاي، تنزل نفسه، بس هنا انت تنزل 100%. تمام، وهنا عندك بارت، ما عندنا وحدة إلي، تنزل مثلا وحدة بارت، هنا بارت، بارت تروح هي البارت، طرف الوسطين يطلع لك قيمة الاكس 0.025%. نوت، to change ratio strength to percent strength, it's sometimes convenient to convert the last two zeros in ratio strength to a percent sign and change the remaining ratio first to a common fraction and then add a small fraction in expressing percent. هذا هو طريقة اختصار سريعة وطريقة حل سريعة لإيجاد النسبة المئوية. إذا قال لك هيك
هيك ريشيو، فانت راسا تنزل له 1%، اذا يعطاك هيك ريشيو بتنزل. زين يوسف انت احنا شلون انا ما احفظها، اريد افكر بها رياضيا. يقول اخر الصفرين يتحولهم الى نسبه مئويه، وهذا الباقي تقسمه قسمه طويله، واحد واحد الى واحد، انت تنزل واحد تنزل نسبه مئويه، نجعل بعده الصفرين يكونوا نسبه مئويه. زين واحد تقسم اثنين او بعد خمسه ينزل بصفة نسبه مئويه، صفرين واحد نزل نسبه مئويه، خمسه تقسم ثلاثه او بعد سته، تمام، عفوا ثلاثه تقسم خمسه او بعد سته، ها صفرين صفرين نسبه مئويه، واحد تقسم 25 يطلع لك او بعد او اربعه. يعني بس انه اخر صفرين فكرته اخر صفرين تكون نسبه مئويه. اذا عندك رقم وعندك نوب وراء 200 او 100 او اي من مشتقات ال100 ويبقى عندك صفرين بالاخير، فهاي الصفرين يكونن نسبه مئويه برسنت. A certain injection contains 2 mg of a drug per milliliter of a solution. What is the ratio strength weight per volume of the solution؟ حتى نربط نرجع نراجع اللي اخذناه بالبدايه، احنا هنا الريشيو نزل عندنا واحد، تمام، بالريشيو نزلنا واحد، بالبرسنت اتمنى تحددون يا بالمزايا، بالبرسنت هنزلنا 100%، ليش؟ ان عندنا الكامل هو 100% وبالريشيو هو واحد، تمام. هنا عندنا تشوفون هذا المليليتر، هسه راح افهمكم شو كنتوا تحطون وشو كنتوا تحطون البارت. A certain injection contains 2 milligrams of a drug per milliliter of solution. What is the ratio strength weight per volume of the solution? باولي اول شيء هذا تحولونه جرام، اول خطوه شوفوا المليليتر حولوا جرام، حولتوا يطلع لك 0.002 جرام. نزل القانون، قلنا هنا مكون هنا مستحضر، يريد من عندك ريشيو سترينث معناته واحد على اكس، ريشيو مو برسنت، اذا برسنت نزل 100، تمام. حتجي هاي 2 ملي جرام مكون لو مستحضر، شلون اعرف؟ تجي انت هنا سيرتن انجكشن، الانجكشن هي اوبرا، الاوبرا هي هاي حتكون عندنا المكون عفوا المستحضر مالتنا، المستحضر النهائي اذا اريد اقدمه للمريض اللي يجي الصيدليه فاني اعطيه اوبرا انجكشن. زين كونتينز معناتها يحوي، اذا هاي الاوبرا تحوي على 2 ملي جرام، هاي 2 ملي جرام معناتها حتكون مكون، هي تحوي الاوبرا تحوي على 2 ملي جرام، 2 ملي جرام هاي مكون لهاي الاوبرا اوف ادراك. نشوف كونتينز كميه اوف ادراك معناتها هذا مكون 100% بدون ما تفكر، تمام. بير مليليتر باو بير مليليتر، انت تنزل هاي تنزله نفسه جرام تحوله لجرام طبعا. زين هنا هذا جرام، ركزوا لي، 2 0.002 او 2 بالالف جرام بير 1 مليليتر، بير مليليتر 1 بير 1 مليليتر، عرفته بالسؤال انت، تمام، او انت عرفتي بالسؤال. تجي What is the ratio of strength؟ طبعا انت هنا تنزل واحد، يوسف ليش واحد؟ ليش مو هاي؟ لان احنا دا نشتغل على جرام، يعني واحد جرام ولا كان لتر زي واحد مليليتر، هذا دائما واحد، دائما المكون الاخير مالتي واحد، بالريشيو دائما بالاخير هو واحد، بالبرسنت دائما بالاخير هو ايش قد حيكون عندنا؟ حيكون عندنا هماتين شو اسمه؟ هماتين واحد، لان هو منطق يا واحد اصلا بالسؤال، هذا من عندي، هذا انا اعرفه، انا احطه، تمام؟ بس هذا هو ينطيني اياه، بير مليليتر، هذا هو ينطيني اياه واحد، هذا هو منطيني اياه، هذا اعرف، هذا انا اطلعه واحد، لان هو شلون اقول لكم؟ هو بالمستحضر يريد من عندنا بالنسبه لجرام واحد بير مليليتر، يعني ابره طبيعيه واحد بير مليليتر، تمام؟ فانت هذا الواحد من عندك تحطه، دائما تحطه من عندك، حلو؟ حلو. طرفين وسطين يطلع لك الناتج 500، 500 شنو؟ مليليتر، شلون عرفت مليليتر؟ جرام، ويا جرام تروح تبقى باسم مليليتر وحدها، مليليتر تنزل. عندك 500، قلنا هذا الاكس يعبر عن واحد، 500 تنزل نفسها. What is the ratio strength weight per volume of a solution made by dissolving 5 tablets each containing 2.25 gram of sodium chloride in enough water to make 1000 800 مليليتر.
هنا ضعوا لي what is the ratio strength, read ratio strength of a weight and volume, يعني معناته عندنا weight وعندنا volume of a solution made by dissolving 5 5 شوف عدد اشر عليه, شوف عدد اشر عليه تمام. tablets each containing, يعني كل تابلت تحوي على 2.25 جرام, ما هو داعي نحول 2.25 جرام. يعني من يقول لك عدد و each containing ترأسا اضربها بعض, اضرب العدد بالكمية يطلع لك 11.25, هذا عدد الجرامات والخمس حبايات كلهم. انا اريد اطلع الخمس حبايات, ما اطلع حبايات, اذا اريد حباية واحدة فما العبي ما اضربه, بس اذا اراد الخمس حبايات تضربه تمام. هو انا اريد الخمس حبايات طبعا. each containing sodium chloride and enough water to make 1800 مليلتر. هذا 1000 مليلتر 1800 مليلتر مثل مثلنا كومبوننت لو مثلنا شو يسموه مثلنا preparation, مثلنا preparation اكيد, يعني اكيد preparation لان هي هاي كل كمية, كل كمية راح انتجها انا تمام. انت تجي تنزل خطين مثل ما تعودنا, نزل خطين هنا مكون, هنا مستحضر, هنا مستحضر مستحضر. انت هنا تجي تنزل عندك تنزل عندك الاكس, اني اريد اطلع بير شكد بير 1800 ملل. هو منطيني اياه بالسؤال, قلنا هذا هو ينطيني اياه, وعدي انا اريد الخمس حبايات تنزل الخمس حبايات, لو وحده تنزل بس هاي, بس ما تريد خمسه فانت تنزل وضربه في خمسه. هذا دائما قلنا عليه واحد جرام, هذا جرام تمام, جرام يا جرام تقل من الليتر تنزل بالناتج طرف من وسطين يطلع لك 160 مليلتر. طبعا قلنا الاكس تنزل واحد وهاي نقطتين و160 تنزل. الوحده مهمه شباب, الوحده مهمه ترى تنقصون عليها تمام, بالاخير تكتبون weight per volume, الوحده مهمه. الدكتور طبعا كاتب المحاضره وما حد انتبه, حرفيا كلش مهمه, يعني كلش 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 مهمه. هنا هماتين تكتب weight per volume, الدكتوره ذكرتها بالمحاضره بس ما حد انتبه, يعني كانت تشرح على السريع. طبعا راح تتكرر العمليه. How many grams of potassium per permanganate should be used in preparing 500 milliliter of طبعا راح نشرح بس المحاضرة, ما نشرح محاضرتين لأن عبر الوقت ما أثقل عليكم, فتخلص المحاضرة وإن شاء الله نوقف. Should be used in preparing 500 milliliter of one part per 2500 parts. من ينطيك نسبة ريشيو, هذا ريشيو كامل, هذا هو ريشيو كامل وينطيك حجم, فهاي الحجم اضربه بالنسبة, هذا قانون اكتبه وياي. من ينطي ريشيو ويا حجم اضرب الريشيو بالحجم حتى اطلع كمية. ملاحظة هاي تسجلها يمك على السؤال حتى من تجي تقرأ مرة اللغة حتى اعرف تجي تقرأ. لاحظوا لي هنا سووا هنا الريشيو حولها الى نسبة مئوية, ايش حولها نسبة, بس هاي الصفرين تحولها 100% وهاي ناتج قسمتها ينزل تمام, ينزل ناتج قسمتها. تجي انت تحولها الى الى شو اسمه, هاي شلون تحولها الى شو اسمه عدد 0.04 هي نفسها على 100, حاصل قسمتها يطلع لك هذا العدد تمام. تجي تضربه في بعض يطلع لك 0.2 جرام. هذا هو الموضوع, اعطيني ريشيو حجم, هاي الريشيو احوله الى برزنت, هاي البرزنت احوله على عدد طبيعي واضربه في الحجم المعطيني. طبعا جرام مهمة وبوتاسيوم هاي هم تكتبها مهمة.
السؤال الأخير بالريشيو، how many milligrams of gentian violet should be used in preparing the following solution؟ جنتين فوليت سوليوشن حجمه منطق حجم ومنطق ريشيو، شبيك يا معود او شبيك فهمنا الملاحظة، احنا نعطينا ريشيو ونعطينا حجم، انت شو تسوي؟ تحوله الى نسبة مئوية، تجي تحولها على عدد طبيعي 0.01 على 100 مثل ما ذكرنا المحاضرة السابقة شلون نحولها على عدد طبيعي، قسمة على 100 يطلع لك الناتج هذا. طلع لك هذا الناتج، تجي تسوي؟ تجي تضربه في الحجم مالته وطلع الناتج. هو يريده بايش؟ يريده بالمليغرام طبعا، هاو ماني مليغرامز، انت ركز لي هاي، ركز لي هاو ماني مليغرامز، مرات اللي عندك مرات عندك سنتيغرام، فانت تطلع بالسنتيغرام. تحوله الى مليغرام، شلون احوله في مليغرام؟ اضربه في الف. مثل ما تعلمنا المحاضرة السابقة شلون نحول، تمام؟ يا. فهذا هو موضوع الايشيو. Conversion of concentration to milligram per milliliter. من نشوف على كل فكرة يقول لك to convert product percent strength to milligram milliliter multiply the percent strength expressed as a whole number by 10. تجي انت عندك 4%، هاي 4% اجي اضربها في 10 يطلع لك. هو يقول لك شرح الموضوع، يقول لك من يعطيك البرسنت راح اضربها في 10. كل هاي فكرة الموضوع، تمام؟ هاي السؤال الطبيعي، هذا السؤال الطبيعي. يوسف شلون يجيني فكرة باوع او باوع يطيج ينطيج جرام ملليلتر، تمام؟ هو يقول لك ملي جرام بير ملليلتر، انت تجي يقول له واحد وتجي تنزل بالهذا، تنزلها قدامك ملي جرام بير ملليلتر، تمام؟ نزلتها قدامك انت، حول الجرام الى ملي الى ملي جرام، هو بس بالقانون منطق ملي جرام، حولها سوي ألف، ضربة في ألف، تمام؟ نزل ألف ملليلتر، عندك يا ألف 250. تجي تمسح هذا مجرد حتى تفهم السؤال، تمام؟ طلعته تقسم على بعض، تقسمه يقدر يطلع لك، حيمثل لك النسبة اللي هي 4 ملي جرام بير ملليلتر. هذا هو الفكرة ممكن تجي بالموضوع هذا. milligram percent. The term milligram percent expresses the number of milligrams of a substance in 100 milliliter of liquid. For example, the concentration of a drug in blood. milligram percent هو عبارة عن عدد المليغرامات ب 100 مللتر. فهي كل هذا، كل الفكرة التعريف أو المفهوم هذا. فيقول لك مليغرامز برسنت، فهو عدد مليغرامات ب 100 ملليلتر. ليش ملليلتر؟ هو اللي يقول برسنت، وقلنا الكمال بهذا الكون هو 100، اذا 100 ملليلتر. فور اكزامبل كونسنتريشن اوف دراج ان بلود، اللي هو تركيز دواء معين بالدم. بارتس بير مليون وبارتس بير بليون ذا سترينث، طبعا في خرط تشوفوا كل خرط هذا، بس انت راح تفهمه وتفهم تريده من عندك الدكتور. يقول لك the strengths of very dilute solutions are commonly expressed in terms of parts per million or parts per billion. That is the number of parts per agent per 1 million or billion parts of the whole. يقول لك القوة للمحاليل، المحاليل اللي يكون very dilute، يعني كلش شلون لكم صايره، يعني محاليل بها هوايه من المذاب، expressed in terms of parts per million or parts per million، تكون دائما يعبرون عنها باجزاء بالنسبه للمليون او اجزاء بالنسبه للمليار، البليون هو المليار والمليون هو المليون. That's the number of parts per agent per 1 million or billion. ولك هذا هو عدد أجزاء الوحدة بالمليون أو المليار، تمام؟ من العدد الثاني، مثلاً عدد من الدم أو غيره. For example, fluoridated drinking water in which
fluoride has been added at levels of between 1 to 4 parts per million. يعني واحد للمليون أو أربعة للمليون for the purpose of reducing the dental caries. يعني هذا هسه حنجي عليه بالمسائل تفهموا أفضل. Example calculations of parts per million and parts per billion. Expresses 5 parts per million in water percent strength and ratio. يقول لك عبر لي عن 5 نسبة للمليون بالسترينث وبالبرسنت. تمام؟ انت تجي 5 نسبة للمليون تنزله 5 نزل 5 per 5 parts per million 5 نسبة للمليون. المليون هو 6 اصفار يعني ماكو داعي اخاف ما كنتوا تعرفون. تمام؟ تجي انت تختصرها الخمسة بها واحد العشرة بها اثنين. تمام هاي هو ريشيو سترينث. اريد احوله الى شو اسمه الى برسنتج. انت تجي بس تقسمه على بعض. هذا اخر صفرين لان اخر صفرين حيكونوا 100% والباقيات حتقسمها يطلع لك هذا الناتج. تمام بقيت هو قسمة طويلة يطلع لك هذا الناتج والبرسنتج مثل ما تعلمنا بالأسئلة السابقة. The concentration of a drug additive in animal feed is 12.5 parts per million. How many milligrams of the drug should be used in preparing 5.2 kilograms of feed? طبعا كيلوغرام ما نقبله لأننا نقبل بس بالجرام فتتحول إلى جرام. ها تجي أول شيء تشتغل على أول واحد هذا لازم تحوله إلى شنو إلى ريشيو. فهذا تجي 12.5 جرام بالمليون فأنت تجي 12.5 جرام per million. هذا تنزله قدامك معطى حلو. تمام وعندك واحد الأخ أنا أريد أعرف هذا. تمام هذا الخمسة بوينت خمسة بوينت اثنين طبعا هنحول الى جرام. مش قد يطلع لنا نحول الى جرام قد يطلع لنا حيطلع لنا 5200 جرام حيكون مش قد نسبتهم. تمام حتكون مش قد نسبتهم عفوا لا هل 5200 قد حتكون نسبتهم. تمام طبعا هذا هم يكون جرام انا دا اشتغل بس جرامات. تمام فانت راح تجي طرف الوسطين على كل ناتج. انا هذا ما اعرفه انا هذا اريد اعرفه اريد اعرف ايش قد عدد الجرامات من الدواء لان هذا هو الدواء هذا هو الدواء فانا اريد اعرف ايش قد عدد الجرامات الدواء فهذا يكون المجهول. فاهمين هو بس اقول لك the concentration of a drug additive in animal feed is 12.5 parts per million. How many milligrams of a drug? يعني يريد هذا الجوا مجهول. فإذا هذا كان يكون جوا مجهول وهذا حيكون المعطى اللي يكون هو الجوا. تيجي تقسمه وتحول إلى ملي يطلع لك جرام وتحول إلى ملي جرام وضربه في ألف. هذا نفس الموضوع طبعا. The drinking water in a community has detected lead in its drinking water at level 2.5 parts per billion. The EPA MCL is set at 15 parts per billion. Express the differences between the two values. انت تجي مجرد تطرح حل. تمام تطرح ال 15 من يقول لك difference express the difference يعني تطرح يقول لك express the difference يعني طرح بين الاختلاف عليه وطرح يطرح يطلع لك 12.5 يريده بالريشيو سترينث تقول لا يعني هاي العيال هاي العيال parts per billion تجي تقول له 12.5 نقطتين تحط له مليار قدامه المليار هو 9 اصفار. حطيت 9 اصفار انت تمام تيجي تختصره. شلون تختصره بالآلة الحاسبة تقول لي المليار بها ايش كم 12.5 بها 80 مليون إذا واحد بالنسبة ل 80 مليون هو يريد واحد هو يريد اختصار أقل اختصار دائما يريد هو أقل اختصار فأنت طالع أقل اختصار إذا هنا خلص المحاضرة الخامسة إن شاء الله تبقى لنا محاضرتين سهلات وبسيطات كل واحدة إن شاء الله تخلص نص ساعة من عندهن ف
تضطرونه ان شاء الله باكر او عقبه من وقت تسوي المحاضره تخلص المنهج وتخلص مادة الفارما، ونوداكم تخلصوا من عندي، تخلصوا من تأخيري. يلا مع السلامة، أشوفكم إن شاء الله بالمحاضرات القادمة.